المنافسه في دوري ابطال اوروبا لكره اليد سيدات، استمرار حفاظ فريق بيتكهايم الالماني على صدارته للمجموعه الاولى، واستمرار صداره فريق جورجي المجري للمجموعه الثانيه، كانت ابرز مواجهات الجوله السادسه في الدور الاول لدوري ابطال اوروبا للسيدات. هي خساره فريق بيتكهايم الالماني امام فريق اودنس الدنماركي ب 31-24، اللي بتعتبر مفاجأة كبيرة في البطولة والفارق كبير، خصوصا ان دي اول خسارة للفريق الالماني في المجموعة وفارق كبير في الاهداف، مقابل ان الفريق الدنماركي خاض 6 مباريات، كسب في 3 وخسر في 3، ودي ايضا من مفاجآت المرحلة السادسة للبطولة ودليل على ان في مفاجآت كتير في المباريات القادمة، وهنشوف تغييرات في الترتيب للفريق في الفترة القادمة بناء على المواجهات في الجولات القادمة. رغم الخسارة أو خسارة فريق بيتكهايم، مازال بيحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فريق فايبرز النرويجي وفريق بوخارست الروماني، الاثنين اللي بيمتلكوا طبعا 9 نقاط، والمنافسة قوية على التأهل للدور الثاني للبطولة في المجموعة الأولى. كانت نتائج النهارده في الجوله السادسه لدوري ابطال اوروبا للسيدات لكره اليد، فوز فريق كريم ميركاتور السلوفيني على فريق بريس الفرنسي بنتيجه 24-22، وفوز فريق اسبريج الدنماركي على فريق بليتسي التركي بنتيجة 43-27، وفوز فريق رابيد بوخارست الروماني على فريق ستورهامر النرويجي بنتيجة 27-25، فوز أودنس الدنماركي على فريق بيتكهايم بنتيجة 31-24.